الموضوع سادو يسم الشينوا الجيش المغربيين. السبب الموضوع يعني طبيعة الحال مجموعة الأسباب وانتف زجيجن أسباب نخيجن السبب هو زيت براثين إذا نغدي تسن زير حبس أو في براثينا في مقورة اتفقنت مرة ذي المضمون أنهم وجنشا ذي مغربيا إسقاط ثم الجنسية رابط ما يسمى برابط البيع. المهم كبين قوسين وورينو وجيشا ثم تزكيخ المقترح نيخ المبادرة نيث ما ذي رحبس نيخ رفضخت ولكن وتأكد كذلك أنه الموضوع نشين وغان كيدس رديجن العلاقة بل نشين نص يعني نتفاجئ أمش تفاجئ أن الطاس إريفيا ذو قمضال نيخ ذي العلام سلقارار نيث مثناخ إد الصفغن ذي سيمانا يعدان أو ذي يعني ذي المضمون يقع باللي نيثني وجين شاذي مغربيا لأنه من قا إسقاط الجنسية قال باللي شك وغاك رديجن العلاقة إيك الدولة ني أميقان الدولة المغربية وكذلك يعني حتى ما يسمى برابط البيعة قطعا علما أنه نشين كسمع كإريفيا عماس ونقي البيعة إي محمد أعلوي نيخ إي الحسن القلاوي نيخ إجدس ونومي قال محمد الخميس نيخ إجدس نجدس نجدس نشين دائما الولاء النخ الوحيد البيعة النخ الوحيدة أنت قاست إثمواث ونومي قال عريف وذين حد النغني بري عريف أذب العخ القوس. أولا يعني المختطفين الغضرن الجنسية ما مش النيخ نشين وجبو نتزكى المقترحة نيخ نتأيديث نيخ نتعارضيث بل فقط أنيني الرأي النخ أنيني القراءة النخ الموضوع إجنهر موضوع حديث الساعة. في نفس الوقت نتحمل كامل المسؤولية إريفيا إجان غبارة إرحبس إذ كيف يعقل أدفق إجن نيخذ خمسة نيخذ عشرة أقين رهائن أقين أسرى غل احتلال أعلوي المجرم أقين ذي حبوسات إج في ناس عشرين إجن خمستاش إجن عشرة وخي مني أضفغن أذيسين القرار إسقاط الجنسية من الاحتلال أعلوي في نفس الوقت انتف إريفيا أقين دي أوروبا غاس اثنين الجنسيات أقين دي بارا غاس الحرية نسن عاد إلى حدود الساعة وغاس بالجرأة باش أدعلنن خل موقف إخف علنن يايث مثنخ إيجان ممشني خرخو أسرى ورهائن ذي رحبوسات من الاحتلال أعلوي وذنيتا لابد أدعقب خيج موار النيخ عوذ النيخ أنه عيث مذنخ إيجان ذي رحبس غاس المواقف جد متقدمة ذيسن الجرأة الشجاعة وذجي غشا غيوذان إريفيا إيجان ذي بارا إيجان ذي العبيد وخاني ثني سما ثوفرسا ثمورا من تدان أذيرين ذي الأحرار خاصة إريفيا إيجان ذي أوروبا من يتجى الكرامة من يتجى الحرية من يتجى العدالة من يتجى القيمة الإنسان ومع ذلك عاد أقين ذي العبيد ذي مذرار ذي سمغان إي محمد علوي ذي القنصليات التمزيدوين من الاحتلال أعلوي المجرم. إذن تحمل المسؤولية مارة إريفيا ذي المرحلة الحساسة إن تدى ونقرسا يخسكني وذلك أضعف الإيمان مارة أنوض أن تبنى الموقف إسقاط الجنسية وكان الموقف أديك زجودان إجان غبارة وجيبو زجودان إجان سادو المشنقة إنو ميجين ركوابس التزويجين غوز تشيف ولكن مع الأسف يعني يوقع العكس يوذن سما إتو غانتراجا أذهوان سقعذن سما ذي المواقف نسن يني تو غانتراجا أسقعذن ذي المواقف نسن السهوان عنين ذي الانبطاح إلى أقصى درجة. إذن سما ثبرت
نفاقيت تسمى نقاس ثلاثة نتبراثين نيخ ثلاثة نفاقيت خثرثة. أولا يعني وجهة الدولة العلوية ذي ثبرتا واحد، وثنيا المنتظم الدولي، وثلاثة ردة الفعل إريفيين، يعني ثلاثة ردود الأفعال، الدولة العلوية المنتظم الدولي وثلاثة ردة فعل إريفيين. أمزوارو مضمون انتبرات، يعني غاسيج المضمون خط عريض نشين وانجيشا ديمغرافيا او من دان خيقنن اذ الدولية بين قوسين ومقال الدولة المغربية لم يعد سما ممشقان يربطنا بها اي شيء وغاخي قيم كيدس ورادي شو فيرو فيرو ني توغادين توغاو الجيشات فيرو سرسقنت وغير ضخمة قسنت احواريا زيروست يعني نرحبس. كذلك وجب سما اسقاط الجنسيه وها اخ تعبر المضمون تبرات بل تعبر كذلك انهم وجنشا ديمغرافيا ويا وراء الناس لسنين عددا الناس نعاود الناس ومع الاسف ما مش لنا تغان ترجع اذا نخسرن يوداني جان غبارا استجبن سما يوراغي النخ في المقابل مع الاسف انت في العكس هو الذي حصل. مغا ام زوارو ما يمي قاخ سما ينات اكاد سما باللي وجين شادي مغربيا من زير يوذانا ينا وميد غصاص انتبرات اسقاط سما الجنسية ضرابط البيعة وقصيد نبود دولة فمغربشت باش سما اضصاص الطلاب نيخ سما اتبنن منيني بشكل قانوني نيخ اضفان المسطرة القانونية بل من جين علن نخاس نيثني وننتد بصوت واحد نشين وانجيشا ديمغرافيا وممش النيخ ورجين حتى المسألة القانونية مغا لسبب بسيط من زي إوذنا أولا وتعترف نشا زي الدولة العلوية وثنين السنن إلا وذين وش المؤسسات أمي غسكن الطلب إسقاط الجنسية وشا تبنن القضية سن تبنن طلبني انطلاقا زق خفنسان يسين تنيثني سمد القناعة الصاصنت ورجين للدولة للمؤسسات الناس للوزارة الناس ورد شان حاجات ما غالي سبب بسيط وذين للدولة وذين بو المؤسسات ومنيا يتأكد سما باللي أي ثمثنا غيت جاند الرهائن ذي حبوسات الاحتلال أعلوي وظن اقتنعا أمنا باللي وذين بوشن حجز قناة المؤسسات ومنايا يبدا السني ومرفضن اذراحا غال المحكمة غال استناف باش اخسن تحكم المحكمة ذي الاستناف نغذي احكام الاستناف نغاني اغا يبدا يعني اغا بدا المختطفين الاسرى الرهائن غانخ ذي سجون الاحتلال اضرفضن كل ما له علاقة سدولايا ذي المؤسسة الناس وانهار وظن الى اقصى درجة هو القطيعة المطلق مع سمة الدولية ومقام الدولة العلوية. أنا عقب غد مسراجت ردود الأفعال يوقع أن بدا سر مخزن المخزن سمة الاحتلال العلوي يعني تجاهل ثمس رشتا وسيكشي بور وقت وخاسي السيورشا مغالي أنه يعني ذي سمة ذي عقر الناس نيخ يتقدم نغدن الشين على أساسين نيذي حنجاني مزيانان لا ناقة لهم ولا جمال مجرمين ذي قترن ونعطي الشين كدولة غانخ الهيبة غانخ القيمة غاخ المؤسسات غاخ السلطة غاخ قرا أخس السور. إذن دواد السبب يجين سمى الدولة بشكل رسمي أتق ردة الفعل خيث مثناخ يعني خل القرار الذي سمى إذا يسنان بلين الشين وانجيشا ذي مغربيين مشى من تقى العصابة العلوية تقى إجن حاجث من يعنى هو يعني تصفغ تسمى إمذرار الناس تصفغ الأبواق الناس تصفغ تسمى الصحافة الناس المأجورة تصفغ رفقاوات الناس تسمى وعاظ السلاطين تصفغ بعض ما يسمى بالحقوقيين تصفغ بعض ما يسمى بالمحاميين ذيني إذ تصفغ العصابة العلوية باش أدارن القرار
إذي أظن إريفيا أذقن إسقاط الجنسية مغا من زي حتى نشين يخسنخ أني ريسما واعيين وانتاري راخ يجن يفقد شني الجنس ما محسوب على التيار الإسلامي وخس انتاريشا يفقد حد محسوب على التيار الحقوقي وخس انتاريشا يفقد حد محسوب على التيار الإعلامي وخس انتاريشا يفقد حد محسوب على التيار الجمعوي وخس انتاريشا ما غالي أن الاحتلال العلوي يزو أذي وجه أمن غير نيث مثنخ ذي ثبرتا إكجان موجه مباشرة محمد علوي المجرم يعزو أثي تحوير أثي قرب أذي القيم انتارا قينا في زازشت قثنا الهيني قينا سما السلمي قثنا الصحفة يني وخسن السوارث بالمطلق وثن تيذاث وخسن تارث وسنقاء أورا ذي جنحجت مغالي أنه مجرد ادوات مجرد بامبيرس نيت جنيح جاني مزيانان ازيسني كمر محمد علوي اني نضع غوفر اذن اي ثما اي سما وذين وش نحجث اذا نخرج نجاوب مثلا يفقدي جن فقير نسن سما الا مخبر تابع المخابرات العلويه اخس نار هذا سنك وقت بالعكس يخصوني اذن جهل اظن نضع غوفر الى مزبله التاريخ نشين امن غير نخوي جيشا رجل في زازير رائق الهيني رائق الجمعيات نشين كإيريفيا غانخ أمن غير إيق محمد علوي إيق سما العلويين إيق النظام سما العصابة المافيا 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 يا أمي قال المافيا العلويت ذينا إيق غانخ أمن غير إذن ووطتشا ذي المستنقع وا أيثما ذي سما وتارث أورخ يجن ثارت النخ أتيري فريتش النخ سيهم النخ أقاطس النخ أور النخ أمن غير النخ أذيري موجه الاحتلال في شخص محمد علوي أوردي الجنغني وخسن السوير وخسن تاريخ أنيري شوية واعيين أنفهم شوية ذي السياسة ويجيبون نجد غين دان شو مقزينة تحت شك أكيد استمن غض قولني ذا قزين نخذي رف وخسن تاريخ شين أمن غين نخك إجيرف أم قران أمي قان سما محمد علوي المديوري أواني وسواحيتك جانس ما رد المخزن وسنين المنتظم الدولي المنتظم الدولي ردت فعل سما تغات سما رانيثني جهلا لان فرنسا اسبانيا هنا مارة شركاء ذي الجريمة ومي تعرض ويذوذ عارفي يعني اواني كتا زمية سنا اسقسا انتفذيني فقط اشارات ربما وجبوا يطاس ولكن لا بأس بهذه مجموعة الجرائد ودولية تسبونيا تفرنسيسين تهولنديين مرة تناولن تسمى ممجس قان الموضوع الإسقاط الجنسية ولكن كموقف رسمي زيشان دولاني زيشان مؤسسة دولية سياسية ذي العالم ورا ذي جنحجث طبيعة الحال مروان كأنمون بشكل جماعي أنا هو غشان مؤسسة بشكل جماعي أنا اعتصم بشكل جماعي أدنسي إم اسمع إم قصني باسابورتية محمد علوي بشكل جماعي هذا سنسمون النوي غشان مؤسسة يعني كونوا على يقين وذين تيري رديجن ردت فعل إلا التجاهل والتجاهل تماما ممشي سنعمير محمد علوي دول الناس جهلا وخا أنه ذي العمق إكا ذيس الدخان زعزعا انخرعا سما أرجيجن يعني ذو الواقع إذن أو إجن نقطة نقطة مهمة ذيني إجن دولة إخساء تحمل كامل المسؤولية ذي مارة من توقع ذي الريف يتعلق الأمر سدولة أميقان الدولة الإسبانية الدولة الإسبانية هذا سيوض ووراء وأتسجل أخذ ثعقر باللي نشين كإريفيا نتحملس كامل المسؤولية لسبب بسيط أنه إريفيا أن الجمهورية الريفية أن الرئيس الشرعي مولاي محمد ذكني ويثيكسن ذكني ويخلقين صارهاش وذكني ويذن خيسين تكشي ماخذ الرغلو الاحتلال والنومي قان الاحتلال المجرم العلوي نقارس إسبانيا أتحمل كامل المسؤولية مسؤولية أخلاقية مسؤولية تاريخية ومسؤولية سياسية طبيعة الحال
فرنسا اوران تاتشاج دي مانيا مشا يتعلق فرنسا يعني اسبانيا ايغا إيه جا سما فوس ام قران دي مارا ميني توقي عن مو لابد فر اسبانيا اتيسي اجل الموقف نسيتي ما سما دي القريب العاجل اتيسي موقف على الاقل اتسنق شويت سما زي المعاصي السيئات اثقا اقويدوذ نعرف او نسن من يتعلقان سما انه عريف عماس وستوغي المغرب عماس وغاس ديسفوس غالمغرب من غيوقعان ادياسو سبانيو وميخصا اديريفيين ذو قنوار الزيسن ينتقم اذي سيعريف ذو الامة ذو الشعب ذو الدولة ذو البلد شعب دولة قائمة بذاتها اذي حستي كش ذاري غلو يجي الاحتلال سما اخطر واخبث وسمى وأوسخ زي الاحتلال أمزوارو أوميقان أسبانيو. إذن كل الجرائم يتوقي عن ذي الريف أسبانيا تتحمل فيه سمى إجل المسؤولية طم قرانت. إذن سمى ونقاشا سمى أسبانيو ويسواحيتني خوي سنين ولكن البلد الإسباني الدولة الإسبانية تتحمل كامل المسؤولية أذنتا برمضغ دينينا خارقني كمشكل داخلي كمشكل اجتماعي نهار ويقيم بمشكل اجتماعي ويقيم بمشكل داخلي نهار يدور مشكل سياسي وغير أذي يدور مشكل دولي وميوظن سمع العصر هذا الرهائن أدخلن الجنسية الاحتلال أعلوي يخسد يني ويقيم شا مشكل اجتماعي يخسد يني ونعزو بوسبيتا ونعزو بورخدمة نعزو ثم واثنخ كائري فيين أغان خطيري وذين بوشن حاجث أتنقبر وذين بوشن حاجث نعزوت فقط انتتا رحق النخ كامل من يعنى الحق إيريفيين من يعنى المطلب إيريفيين هو إجل المطلب هو سمى إجلاء الطرد المحتل المغربي زياريف او تذور ثموات ايريفيا غيريفيا اذنيثني ايديس غي السجوان اذنيثني ايديس غي حكمان اذنيثني ايديس غيرين سما ما مشنيخ ذي اللايف اني عذان مرا ذي سما العذاب مشيني تغيسين مرا ذي سناعيم نيخ ذي سلجنف اذنشين ايزايس غي استمتعن ونقبر اورا ذي الجن ذي العالم ادياس باش اخاخي السجوان اذن خيناغ أخي يشاء أخي كستموات النخ لأي سبب من الأسباب ما مش ميق السبب نرفض رفضا قاطعا أذي انتريشن دولة ذي عريف وما مش النخ ورنخ ذي لسنوات عريف مستعمرة زي الاحتلال علوي المغربي وفليتحمل العالم كله المسؤولية بما فيها ثانيتا أميقان البلد الإسباني ورنثني أتحمل المسؤولية الكاملة او اخسا اسبانيا الدخل في القريب العاجل والا سما تحمل المسؤولية ذي من دي قوان مروضا اريفيا وانيتا ديج الحلم ديج انتو عرجا مؤمنين زيز اغاس نوض مرا نوض نحقق الدولة نخكا اريفيا اسبانيا سما تحمل المسؤولية الطمقران ذي مارا من تقا يعرف خاصة أنها أمي دختكشا يجي المجرم يجي الإجرام قناص الإجرام العلوي. إذن أواني المنتظم الدولي يتسد ردة الفعل الثالثة زقايث مثنخ إريفيين. المهم إريفيين طبيعة الحالة تمنس الاستقلال نعرف المطلب هو إسقاط الجنسية قينت سنوات قبر طرد المحتل جينت سنوات قبر قطع الرابط البيعة وخا عماس وثنقي نقطع الرابط البيعة لسنين عددا او منيا ننات ديمين يعذان في وقت سابق ننات حتى قبر الاختطافات دير وقت النير يعني يوقع الهجوم يوقع قد الصغرقام يوقع قد النايم في النايم خل الأحداث يوقع سما كني وثفهم خل المطالب كني وسما لا تمثلون الريف كني وغام برحقة السيور مخاريف نشين كنفخ سبيتا كنفخ الخدمة قا كني وسما ذي المرتزقة قا كني وث النايم خل الأحد نشين دير وقت النير الناس نيريفيين أيريفيين
قار مخزن قال احتلال وذوميتيش لسبيطا وذوميتيش لرخدمت وذوميتيش لثوذات وذوميتيش شوراديش نحاجات أذومي وكشيش نحاجات قابو وني يكشى الوالدين نوم واز وانت صغاث نسان وني يكشى الجدود نوم واز وانت صغاث نوم إذ كيف يعقل 60 سنة الاحتلال وذا شي قشى الاحتلال أرامي ذنهارا بقى 2016 نخ 2017 تكاد دياري في باش تتعد غيش الدولة قد نقيش وش كتسند إلا الدولة النية تنغى باباش تنغى جدش تنغى جدس 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 شكرهم قاروث وسيدة التعب ننوم ذي نهاية مزوارو قوادين والو ذي الدولانية التعب ما هو سياسي تبنت المواقف السياسية قمرة التعب والتعبو أتشذ التع الكرامة التع الحرية التع ثم واثنش التع الاستقلالي ثم واثنش التع ثصغاثي ثم واثنش ذواد المطلب الوحيد ننا يورا عوذ ننات عوذ ننات ونشخ سعمود عجم متخانخ والجمين والجيم أرمين وذري جندار جاي ذور للناس ربما قنقل غلط ربما قوي جبود روقت ربما 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 مغا لأنه خميغتيني ذور أرفي موار وغاكس السحاد توضض أريج الدرجة قادس ربما أورا ويجيشا على صواب ولكن بعد 6 سنين أواني رشوة ذي سبقوسة يتضح بالملموس أنه من تغنقى من تغنترجى من تغنترغى من تغنسفهم يفغ مارة ذوني اذتذت ويتضح باللي الدولاني وكيد سبو ثوثات وكيد سبو المعيشة وكيد سبو رهنا وكيد سبو الصغاث كيدس إلا رخاف أوث وسيت الاحتلال العلوي غير ريف يوسد غيج نحجف ود يوسي واشي كسبيتا اشي وكشر خدمات يوسد ذاش يشا وخ من قال احتلال قال احتلال تحد يشا الخيارات نثموات النير يستعما وذ وذوار إننا زين هاي مزوارو وآقت عاد نتعوذاس نتعوذاس ولكن الحمد لله نهاري ريفيان وظن سمد قتانعا أذمنا باللي الدولاني وكسبوا المعيشة باللي الحل الوحيد إغانخ كأيذوذ عارفي هو طرد المحتل ذر خدمة خل استقلال نعرف استقلال كامل 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 لا يتجزع. أنا عقب سوايت سما غامينتو غننا ننخ المطالب ويستنايين نعومي فغن دي المسيرة لسنا الفيصاليين نفض أورد سرما سمارة نسغوي إكان غد كفو السان بوي باح نقارو ما يو آيو قاولني ذي جنس ما الضربة القاضية قد حكم مخيخ في نومس الإعدام إياكم ثم إياكم ثم إياكم أتفغمتيني من المسيرة لسنا انفصاليين هم قاروا راح يسرحاد قي المسيرة لسنا انفصاليين أرمي تأكد العالم يكمر باللي وذانا غازونا غروم أغرومي تغيما مشكل اجتماعي مشكل اجتماعي تغيما مشكل داخلي من جين يعوح أوروبا يعوح الإعلامي تغيوسينا ذي غزامين غيوقع عند المسيرة النير إهواد محمد علوي سق التيارات يشاركني ومارا تصورث مئات المئات من السنوات نرحبس إيوكشيني وذان وجين أورا ذي جن حاجات إذن أرمي غعذون والسان أطفغني وذان حتى سقني إتو غيد عامن نيخي توغا سما يكشين الحق ذي المسيرة النير لسنا انفصاليين أدفغن أذنين باللي مسيرة لسنا انفصاليين توغاث ذي جن خطأ استراتيجي إجن خطأ ضمقران ولكن بعد فوات الأوان أواني المسيرة ويسرثا ذي المرحلة الاختطافات للناس الله يهديكم وتحت شاغ المحاكم وتعترفت شاس المحاميين قيني المحاميين نير قد قيثن الدولة ومرض زريم زي المحاميين دي فغن بشد كثن ذي سما ذي طلب إسقاط الجنسية انتفج المحامي والنومي قان الهيني الهيني زقو ذا الحقوقيين يتغي الدفاع عن المختطفين إذا نومينا باللي يوذنا يقيثن الدولة بشد كش المصداقية بشد كش سما الشرعية يخف الناس باللي غاس المحكمة عادلة باللي غاس المحاميين باللي الجمعيات حقوقية للناس للناس عاود للناس وحطات شاء ذي المحكمة قال مجرد أتراحم غا المحكمة غادي نتبدل قبار القضية ونتا اعتراف سمحت عيشت منوت سمحت عيشت
للناس أنه لمجرد أتقمم تتبدم قبار المحكمة تكشيمة الشرعية المحكمة النيد المؤسسة النيد وتعترف مزايس باللي تخدم سما بشكل محايد وبعلها ديج المؤسسة عادلة وعادلة الناس انت عاودنا الناس انت من غقن تروح مغا المحكمة حشن خوام سكناهم ديني سما فوضنا كي دوام سكناهم داي شكا من انسان محباس انسان بعض العائلة الثان خاسن باش ديرين دل الوسطاء السن الجمعيات باش تحشن خيوذان التارين البيانات التبوصان خيوذان ارامي تحكم المحكمة وكشي ناس عشرين 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 إكا أضقط عن الاستناف نشين زين هايم زوارون الناس إياكم ثم إياكم أترحم تحضان ذي المحاكم النير رفضم المحاكم كيف يعقل شك سماء الجنخة كي حكم يعني أدياس أشوكش 20 سنة أذي استنوي ذرخيع عوذ قرقضي النير إخا كي حكمان يعني حتى قبر ما خا كي حكم قرقضي النير تابعي الدولة الدولة اني شي غتصفن إشي سنخرعان إشي كثين إشي الجنس الجوعي سنخرعان يماش دين أمها تموذن أصلا سما سارطان رمدني ذا يسمى وان مانا يعدو خسر وقت إذا سما ننا يورا ولكن قرس لا يثمى واش القضية تابعي العصابة العلوية العصابة العلوية يغتص بش كتراحل تراجيد زي سرخيا ما نايا قينت آرمي الاستناف ارفضن ولكن الاستناف يعني تأكد فقط غالبا الأحكام الابتدائية تغصى في الدولة تقضى الغرض الناس مع الأسف وذاني تا أحيج الموقف نجن الشجاع ونسين من دي غيرين ستي مسا ديري مليح هو جمال بوحدو إن لا أعترف بمحكمتكم ولا بمؤسستكم ولا بدولتكم ذاني تا تحييخ زي أعماق القلب سقوط غسما إجموزول السانيتا أرمني جا ذي رحبس كرهينة كأسير لدى الاحتلال العلوي. إذن سما أتبدد قبار المحكمة ونيتي تعترف ضمنيا سما المؤسسات الدولة وتشذ كذلك الشرعية للأحكام وأنعقب غط تقريري دي قال منتدى وزير المكلف شنحاج حقوق الإنسان ونميقان بنيوب بنيوب يعتمد ذي التقرير الناس من الدرجة الأولى يعتمد الأحكام الصادرة يعني زي المحكمة إذا مين غث راجيد زي المحكمة يفع أو وصابعة يتعلق الأمر بإسقاط الجنسية منايا ننثى التزقامي وجبو التشفين يخذ التعالي يخذ بنات خوم ولكن ذي جنتي ذات ننا أو الضيقة إسقاط الجنسية هو الحل الوحيد يغانخ كأي ذوذ عارفي إق الاحتلال أعلوي برا مد السيوراخ برا مديني خسما منو متعرضاخ مش حار السب مش حار الشتم مش حار التيكرة مش حار قلنا قد المزايدات ولكن بعد مرور كتازك سقاسد وزيان أضي اتضح الحمد لله باللي القرار إسقاط الجنسية إنيسي كان قرارا صائبا ومن يدي جن الشرف ضم قران إنشين مرة سمى الأحرار إيسين القرار بأنه إسقاط الجنسية هو الحل الوحيد إغانا خنشين كأيدوذ عارفي إذن مع إقر وقت ممش النيخ اقتنع سمى سوى ورنخ الكثير اتصل مختطفين فغن زير حبس اعترفا باللي قين الغلط سما ذي المسيرة اني لسنا مغاربة عفوا سما لسنا انفصاليين يا ريت انن لسنا مغاربة انن كذلك سما ابدينا قبار المحاكم تغاث ذي الغلط لأن واني مباشرة واني في شريع المسيرة لسنا انفصاليين بذنت الاختطافات انن المقاطعة كانت حل معليك ونحظة ويري حسن يري فغان حسن المهم ونهار سما ما مش النيخ هذا عقبخ وظن المختطفين غا القمة للوعي هذا لا يعني أنهم وذنتو غيشا ذي الوعي قبر بالعكس ربما توغا غاسن يجي الأمال ذي الدولة النير ولكن نهار وظن إيمان مطلق أنه وذين بولشن حجث قناس الأمال نيخ ذي وشا نيخ ثفوشت الطنقة سادو وجنة ونميقان الاحتلال أعلوي رخوش تنخ سما نسيور خريفيين الأحرار من تغقان رخوش تنخ نسيور إنو مقان الريفيين المغاربة المهم الريفيين المغاربة
فغنت تما مرا زريم إتيران أدوار نفرينو. المهم توغا قاني جموار دائما القادة قاين دير حبس، نحن مجندون تما جنود مجندة وراء الصناديد. قنشين الكلمة الأولى والأخيرة أقدر حبس، إني غنسحس قاين دير حبس، القادة قاين دير حبس، نهارا قواتني مشاخ إني دي فغنزير حبس. قوات النمشا نهار قال قادة أنهم إسقاط الجنسية إيوا كوا الخزو معشوقية قوات جيمبو إسقاط الجنسية رخوق راه عند عاود مرة تلاحظمت، لأن الشعب ذي الاحتمال ضم قرانا دي عقب غي الشارع جين ضربة استباقية إزوان غي الشارع عد على غي المسيرة مغا، لأن العصابة العلوية وجب تقذ زي المسيرة لا تقذ غي السيو عن المسيرة ذا المضمون المسيرة الشعارات غي ميسين دي المسيرة ما رو سين دينا ما مش داخل جين دي مين يعدان رخو داس نعوض اش قرعان نسمى غي الشارع اشين نسمى عوض نصار تاح رتاح اشين نسمى عدالة اجتماعية ارغي نسمى اذ نفس ام المسيرة النيم يتو غي تفغن ديار رباط الدار البيضاء من اجل سما اذي نفس ويدود نفس تكتيكة النهارا ينا ومقال خزو ما شوقيا والبوادر من يقاهمو قمر الزريم اقف ذان تقن التواريخ باش تفغن دغيا غي الشارع الصمد الطرحة ضاوحا ما مش داخ تقن دائما، ولكن نشينا كيس النظم اجن التحدي ساني تزيل من باروا نقارسا نشينا قان خاكيدوم ذي المسيرات إغاغة دعام، لكن بشرط من يعني الشرط هو وني غاية جشا نباسبا وني إغاية جشا لكارت الاحتلال أعلوي أتي دنيسي أدن عذو غبروكسيل أنقذي جنت مسي الطم قرانت أذي سننضاف مرة من يقنن غال احتلال أعلوي وأن علنث بصوت واحد أنه وجري مغربيا وغاح ورديش العلاقة إقل الاحتلال أعلوي ذانتا الشيء الوحيد باش أذيوم نتيق باش أذيوم نمن باش أكيوم نويا خوص ديس هو أنيسي الموقفة نش أذيريخ أول شخص أذيري ذي المسيرة يا أو أغاسن دعا حتى يوذاني ذاين خيط تيقان إذا نخيط خسن إذا نخيس عزن أذا سنيني يلا هو ثمارة غال مسيرة، ولكن ما روى ذي نجي الشرطة وإحراق أن تشمض ذا اسمه ايبان دوت محمد علوي تصور الناس الباسبورت الناس لي كارت الناس اعذروني نش وجه بو الزيوم كنيو وتجيب بو الزي او اورا وجبو نشي في قالوها ماري ريفيين اثيني نهارا مروتي سيم الموقفة القطيعة اما هو سما التسم اتدعم غال مسيرة باش اخاخت حشم اخاخت بوصام باش اداخذيني مكثا واتكثا نشين وان تجيشا ذي حنجاني مزيانان نشين وان تجيشا وان تجيشا سما ذا المراهقين السياسيين ورا نشين فهم ذي السياسة السن سما من اين تؤكل الكتف مشقا وعربا اذا للمرة الالف نشينا كذو من حضا اندعى غال مسيرة بشرط من يعني الشرط هو مارينخ ادنيسي باسابورتيات محمد علوي ذي كارت الناس الغزاح مقتي ذا غارينش المهم وخاطي ذا سقاق سما رمزي علما انه ذنج الاحتمال ذا قرن اثفاخ ادناس مراوا في وني ذندو الاحتلال علوي تصوى محمد علوي ان كثير جنت قراج تخسن مون خاسي غنكش القسام ان خدم اعرف الى يوم يبعثون للمرة الالف اما اخاخ حشم اخاخ بوصام سلمسيرة النين فرينو ذا التنفس ايتو غات دعا نبيلة منيب نقارا ونشين ونجيبو ذي حنجاني مزيانان نقارا ونشين نفهم تماما ما مش تفهمهم وربما نفهم احسن الزيوم لهذا للمرة الالف باش انحظى لأي مسيرة اخسا دينيري الشرطة ايبان دوثن تصوى محمد علوي ذا ليكارت باسابورتيات اذ شمضن اذيريخ اول شخص اذي حظى ذي المسيرة يا ثانيتا غير ذلك نشين واتجي الزيوم كنيو واتجيم الزينخ او ذيني سما في نفس السياق ذيني دي فغن ناناش سما قائس قتل الجنسية سما مسألة رمزية ما معنى رمزية يعني ذريرة دي حنجاني مزيانان علما ان ذي البيان يسد قان دايس نحن في كامل
قوانا العقلية نثني قاناش رمزيوا يعني السمزين الحاج القضية أرمانيشت نثني عارين تسمى الطمزيان. المهم نوض غون كارو مورنغ ثبرات تسمى إريفيين تريفيين جان دي ثير ليك جان غفارك جان دي أوروبا غاسن الجنسية نسان غاسن شواغ نسان غاسن قانون نسان غاسن الحرية نسان غاسن الحماية نسان غاسن الكرامة نسان نقارسان واش ترجام إيوذاني جان دير حبس الرهائن أذو منين من غث قم قادر عيب ذر فضيحة ذ الإهانة أتوظم سماغ المستوية أترجم الجن جينا استخدمشت أخيري أذا شيني إقثى نيخ واتقثى بالعكس ثاني تتبرت يخسكني واتفهمم يخسكني واتبنم أو المهم ثاني تا نوض غون قارو مواورينو نسيتيم أذيري ودنوسي شا سماغ نذكر خورا ونوام ما مش تسلم السي ولا الطاس تقريبا 9 و4 ولكن أول خريف يتحدجا سنوات وجبو في ساعتين نختمين وثين إذن أمس قانخ أذيرين إن شاء الله أس نجمعه أي ثمثناخ في يوتيوب.